السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد المهل، مدير البرامج في الجمعية الطبية السودانية الأمريكية سامة. في البدء الرحمة لكل شهداء الوطن الحبيب الذي ارتقت أرواحهم إثر هذه الحرب، وندعو الله أن يخمد نار الفتنة وأن يعود وطن السودان آمنا. في هذا الموضع لا يسعني إلا أن أذكر دكتورنا وحبيبنا ومعلمنا وأخونا الدكتور بشرى بن عوف رحمة الله عليه. بشرى بن عوف هو فقد للشعب السوداني جميعا، وكلنا عز علينا فراقه. دكتور بشرى أسس مكتب سامة بالخرطوم، وكانت رسالته الأولى من خلال تأسيس المكتب هي تدريب الأطباء في السودان وتقديم البرامج التعليمية المختلفة. تخليدا لذكراهم لذلك رسالة المرحومة السامية والعظيمة، جاءت فكرة إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية في كل بقاع السودان. من هنا قمنا بإنشاء مركز دكتور بشرى بن عوف التعليمي ببورسودان. المركز مجهز بقاعات حديثة بها حواسب آلية وشاشات، وبه ألواح طاقة شمسية لضمان استمرار الإمداد الكهربائي، كما أن به إنترنت بسرعة جيدة. المركز الآن مجهز تقديم خدمات مختلفة. قاعات المركز متاحة لاستيعاب المحاضرات الشخصية والجسدية. هذه الخدمات تقدم بأسعار رمزية، نقوم بخلالها بدعم مشاريعنا التي تدعم النازحين في السودان. عشان تدعم مشروع مراكز دكتور بشرى بن عوف التعليمية، بإمكانك أول حاجة تتبرع في الرابط، أو لو عندك عقار في أي مدينة من مدن السودان بإمكانك إنك تتبرع بالعقار لمدة سنة عشان يكون مركز من مراكز دكتور بشرى التعليمية. سيتم أيضا تجهيز المركز في المستقبل ليشمل التعليم بالمحاكاة سيميليشن لاب وتدريب المهارات الطبية عن طريق المانيكنز. المركز أيضاً متاح للاجتماعات التي تخص مراكز اتخاذ القرار بالقطاع الصحي في بورسودان. نرجو الله أن يتقبل هذا العمل منا وأن يجعله في ميزان حسنات دكتور بشرى. أملنا هو أن يكون في كل مدينة من مدن السودان ذكرى طيبة من دكتور بشرى بن عوف بمشروع بيدعم رسالة دكتور بشرى في الحياة كمربي ومعلم. أملنا إنه ذكرى دكتور بشرى الطيبة تظل في جميع أنحاء مناطق السودان. شاكرين دعمكم المتواصل.